قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ مع الإعلامية دعاء فاروق. الإعلامية دعاء فاروق. على 887 FM. راديو مصر. رمضان بيجمعنا. هذا البرنامج برعاية جمعية البر والتقوى المصرية، رقم التسجيل الضريبي 618-608-168. أهلا بيكم، معاكم دعاء فاروق وقلبك بيروح فين. النهاردة هاخد قلبك لفة للخصوصية. الخصوصية دي حاجة حلوة مش وحشة على فكرة، يعني لازم نعلي قيمة الخصوصية في حياتنا، مش يعني نصدرها بالشكل اللي حضراتكم دايما بتصدروه. ويا ساتر، دول قافلين على نفسهم، دي قافلة على نفسها، دي بترضاش تحكي حاجة لحد خالص. أتحكي ليه طيب؟ يعني ايه ده؟ ايه ده بتقولش حاجة كده، بتخاف؟ لا حاجة، تفضلي معانا، تفضلي معانا في الصالون، تفضلي، تفضلوا معانا في السفرة، تعالوا شوفوا عاملين أكل ايه، تعالي افتحي حبيبتي التلاجة شوفي عندي ايه، عندي كام بيضة في التلاجة، تفضلوا أوضة النوم بالمرة، يلا يلا احشروا نفسكم في حياتنا أكتر، واسألوا عن أشياء مش من حقكم إنكم تعرفوها. فكرة الاستموات، هتموتي كده. الاستموات على معرفة، هي دي ما بتخلفش ليها؟ طب تعرفي العيب منها ولا العيب من جوزها؟ يعني ايه، مين السبب؟ ايوة حضرتك يا حشرية هانم، هيفرق معاكي انه العيب منها ولا العيب من جوزها في ايه؟ يعني حاجة اساسا تعرفيهم طشاش، انتي عارفة من بعيد فرق، ولا حتى من قريب فرق معاكي العيب؟ هما ما خلفوش وخلاص ونسكت، نسكت. انتوا بتروحوا تسالوهم ما خلفتوش ليه، وبتوصلوا لمرحله العيب منين، وقنوات فالوب بتوصلوا، بتدخلوا في الحاجات دي. سبتي. طيب هو الراجل ده اصله راجع من السعوديه، ما شاء الله، ده بنى عماره وشاري عربيه وكل عيل معاه عربيه. هو كان بياخد كام؟ تعرفيش كان بياخد كام؟ بياخد كام؟ هو انت عايز تعرفي مرتب الراجل من 100 سنه؟ بياخده، كان بيشتغل ايه وبيدوله كام دول؟ يا عم ما عارف. طب بالتقريب، يعني بالتقريب كده بياخد كام يا جماعه؟ انتوا بتسالوا عن حاجات، يعني ده ساعات الزوجه ما بتعرفش جوزها بياخد كام. انت حاجه هي ما تعرف، يعني تبقى دايما جنبه على يعني في نفس السرير، ومراته مخلفه منه قرطه عيال، هي مش عارفه جوزها بيقبض كام. انت عايز تعرفي ده يا قدرك يا شيخ. بعد الفاصل مكملين معاكم وقلبك بيروح فين. قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ مع الإعلامية دعاء فاروق. الإعلامية دعاء فاروق. على 887 FM. راديو مصر. رمضان بيجمعنا. هذا البرنامج برعاية جمعية البر والتقوى المصرية، رقم التسجيل الضريبي 618-608-168. رجعنا لكم مستمعينا وقلبك بيروح فين، وكنت بتكلم عن الناس الحشرية اللي يعني ايه فكرة الخصوصية في حياة الناس دي عيب بالنسبة لهم، ما يصحش، يعني هم عايزين يعرفوا كل حاجة، هم وكالات أنباء متحركة، هم مراسلين في كل البيوت. لا حقيقة احنا مش بنعمل نشرات أخبار، يعني وديكي الأنباء بالتفصيل عن حياتي مصرة تعرفيها. معلش أصله هو ابنها عنده حاجة؟ الواد عنده، الواد مش طبيعي، عنده ايه؟ ها عنده ايه الواد؟ عنده ايه الواد؟ بيتكلم كده بطريقة، هم شخصوه، هو عنده ايه؟ حبيبتي خليكي في ابنك يا حبيبتي، خليكي في ابنك حبيبك يا حبيبتي، ركزي في ابنك، ابنك بقى شخصيا. حاجة غريبة قوي، ابنك بقى شوفي مذاكرته، شوفي حاجته، ده سايبة عيال الفصل وقاعدة مركزة في الام وابن ال... هو انت ابنك ليه ما حضرش الاجتماع؟ وانت ما بتحضريش الاجتماعات بتاعه ال... ها تحضريش؟ عندي شغل. عندك شغل؟ طب بابا روحي خلي بابا هو اللي يحضر الاجتماع. حبيبتي انت مالك ببابا ومالك بمامته؟ ما تركزي في الاجتماع اللي انت حضرتيه. انتوا مالكم؟ جروبات الامهات بيدخلوا، هي دي ما حضرتش ليه؟ انت مالك؟ عندها ظروف، حياتها صعبه يا ستي. هو انتوا ما عداش عليكم خالص خالص حديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ هي شايفة أن كل حاجة في الدنيا حواليها تعنيها. ليه تعنيكي؟ ما تعنيكيش خالص والله، مش هتفيدك والله العظيم يا جماعة. البيوت بتخرب،
البيوت بتخرب بالتدخل. الخصوصية ثم الخصوصية ثم الخصوصية دي أهم حاجة. اقفلي على نفسك انت وجوزك وأولادك. لو فتحتي باب من أبواب أسرارك هيبقى حق مكتسب للناس اللي بتحكي لهم. حق مكتسب، مش انت بتحكي؟ ألا مش انت كل يوم بتفتحي كده وتقعدي تحكي على أسرارك، أدق أسرارك؟ طب جيتي مرة ما حكيتيش هيحصل ايه؟ هقول لكم بعد الفاصل. قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ مع الإعلامية دعاء فاروق. على 887 اف ام. راديو مصر. رمضان بيجمعنا. رجعنا لكم مستمعينا وقلبك بيروح فين. كنت بقولك اقفلي على نفسك انت وجوزك واولادك. لو فتحتي باب اسرارك هيبقى حق مكتسب للناس اللي بتحكي لهم. ولو في مرة خبيتي أي حاجة من باب يعني بعد إذنكم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، اللي هو من حقك، حاجة من حقك، هيزعلوا وهيقولوا إيه ده، دي خبت علينا، دي خبيثة، إزاي ما قالت لناش. طيب على فكرة محدش له حق إنه يعرف خططك المستقبلية. محدش ينفع يحاسبك أو يحاسبك على قراراتك اللي خدتها ويقولك أصلك ما قلتليش، يعني ما قلتليش انك بتشتري شقة في التجمع، يعني ما قلتليش ان انت رحت هتصيف. الله، ما هو الاصل يا جماعة انك ما تقولش. العجيب هو قلب الآية بالشكل ده وتوجيه اصابع الاتهام للناس اللي قافلة على نفسها حياتها. هم اللي بيتوصموا، يعني ناس في حالهم وقافين على نفسهم عادي، كافين خيرهم شرهم، لا حشرين نفسهم يعني حشرين نفسهم في حياة حد ولا عايزين حد يتحشر في حياتهم. لا، ازاي يتوصموا بقى؟ الله، دول بيخافوا من الحسد. طب ما يخافوا، طب ما لازم يخافوا. هم لو كانوا شافوا منكم حاجة عدلة كانوا خبوا. ما هم لازم يخبوا طالما انتوا حشرين، وكان لازم هيخبوا، لازم خبوا يا جماعة. اي حد بيسألكوا اسئلة ان شاء الله هبقولك، ما والله ما عنديش فكرة كده. طيب لو حضرتك لسه صغير وفي البدايات على قد حالك كده كإنسان حشري في البدايات، يعني لسه برعم الحشرية بيكبر جواك، اجري اسمع بسرعة الحديث الشريف عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام عن تتبع العورات. لا تتبعوا عورات الناس، فإن من تتبع عورتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في بيته. شوف بقى انت حجم الإثم والحرام اللي تقع فيه لما تتتبع عورات الناس. شوف بقى انت يعني عايز تكشف سترهم وسرهم عشان تعرفي عشان ترجعي. ما انت هتعرفي وهتكتميها جواكي، لا يمكن تقدري بقى. انت عايزة تعرفي مين الغلط، مين اللي غلطان، والعيب في مين، ومخلفوش ليه، عشان تسكتي تعرفي كده وتدفنيها جواكي وتقعدي كده مرتاحة. لا يمكن، لا يمكن. ده اسمه تتبع عورات. وربنا سبحانه وتعالى حذرنا، والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام حذرنا من تتبع العورات. ربنا يكفينا شر الناس اللي عايزة تتتبع عوراتنا وتكشف خصوصياتنا وتتحشر في حياتنا. أقابلكم بكرة وقلبك بيروح فين. هذا البرنامج برعاية جمعية البر والتقوى المصرية، رقم التسجيل الضريبي 618-608-168. قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ مع الإعلامية دعاء فاروق. على 887 اف ام. راديو مصر. رمضان بيجمعنا.